مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم كريم معاكم بعد فاصل شعبي، ويعني هلا معنا ضيفه بالاستوديو. ضيفتنا استطاعت انها تسرق الانظار وتتميز يعني بادائها الرائع والمتميز، وتوضع اسمها بين فنانات الصف الاول وفنانين الصف الاول. رحب مع بعض بضيفتنا دونا بشاره، اهلا وسهلا. شكرا كثير لك على المقدمه الحلوه، وشكرا كثير لكم على استضافتكم. شكرا، نورتينا انتوا اكثر. طب شوفي، انت ضيفه فقره كراسي، ما رح نحرق الاسئله ولا يعني هلا بيك، بس كم سؤال خفيف. اوكي، عم تحضري لشيء جديد سواء برمضان او غير رمضان؟ رمضان لهلا ما يعني خلينا نقول 80% انا مش موجوده. هاي اول سنه مش حكون موجوده من لما بلشت امثل. وعم بحضر، اكيد عم بحضر، بس المشكله انه لما الشخص ما بيكون موقع ما بيقدر يحكي، لانه ما بتعرفي شو ممكن يصير. شو ممكن يصير معك؟ فلهلا يعني ادعوا لي بالخير يعني ان شاء الله. ان شاء الله. لونا احكي لنا، ايش اكثر شخصيه من الشخصيات اللي مثلتيها قريبه عليكي ما بتنسيها؟ شوفي، كل شخصيه انا عملتها عن جد كان فيها اشي ميزها بالنسبه للونا، يعني بالنسبة لي داخليا. بس أكتر شخصية اللي أنا يعني أنا بحب كتير حنايا الغيث، كتير بحب حالي فيه، بحب حنايا، وكتير بحب ريم بمسلسل عود المزن، وكتير بحب غوا، وكتير بحب كل أدواري بالمسلسلات المحلية. فمش قادرة أعطيك هلأ شو أقرب شخصية، بس كل لحظة ممكن يكون في شخصية كتير قريبة إلي، عشان ما أكون حكيت مرة ببرنامج في شخصية كتير قريبة إلي وهلأ أقول ما في. لا، في، بس حاليا مش حاسة إنه في. طب هلأ أنت أول دور عملتي رعود المزن، ولا كان في إليك أدوار قبل كتير صغيرة مثلا ما انشافت ما انعرفت؟ أنا كنت بالمدرسة قبل رعود المزن، كنت بالمدرسة، فكنت يا دوب يعني اذا قدرت اعمل شيء بالتنسيق مع المدرسه والشغل، يعني كان نادر ما تصير معي. بس كنت عملت اكثر من شيء، بس كانوا اشياء اردنيه محليه. اوكي، انشافت على القنوات الاردنيه، انعرضت يعني. بس اول مسلسل صورته بحياتي لهلا ما انعرض. والله شو انك نحسي يا لولا؟ طبعا عن شو كان بيحكي المسلسل؟ شو كان دورك؟ هلا انا كنت كثير كثير صغيره، يمكن صف سابع او ثامن، مش يعني مش متذكره تفاصيله. بس كان المسلسل غجري، وانا مؤخرا اخر مسلسل صورته كنت غجريه. فيعني يعني قدرتي. بس لهلا يعني اول مسلسل اللي هي فرحه عمري كانت، بس لسه عز على قلبي لهلا، وحتبقى عزي لانه ما حدا بيعرف. يعني كانت اول يوم تصوير لي كانت عن جد فرحه عمري. وكل يوم كل يوم كل يوم اياس عشان المسلسل لسه ما انعرض. واو، بتخيل تستني شكلها تياس لهلا. اني نفسي في حالي لاول مره بحياتي، مش ضابطه معي. ما اخذت الفوتج، ما اخذت الرشه ولا شيء؟ لا ولا لا، كنت لسه مش خبره بهذا الموضوع، ما لي يعني هاي المواضيع. بس تعرف ذكرتني والله، بكره بتقدري تعرفي اي حدا كان معك عم يجيبوا لنا هالرشه بدي اشوف حالي، بس بدي اشوف حالي قلت يعني. طب لونا، شو قصة ملكة النعومة؟ هاي كنت ببرنامج هيك مستضيفيني زملائكم، فكانوا انه دائما بيسالوني اسئله انه عن الجمال وهي المواضيع. فانا جبت جواب يعني هو طلع عن جد عفوي وتلقائي جدا، وكان تقريبا يمكن اول لقاء لإلي مباشر او ثاني لقاء، فيعني كنت رقيقه جدا وبالفعل بحكي كل شيء جواي. فطلعت مني جمله يعني وثبتوها علي هلا، اللي هي كانت انه لا تسالوني عن الجمال، انا ما بعتبر حالي ملكه جمال، بعتبر حالي ملكه النعومه فقط لا غير. طلعت مني انا طلعت مني باللاوعي هيك بطبيعه، يعني انه انا بحب النعومه، بحبش الجمال. طبعا بحب الجمال بس يعني اكيد يعني مين ما بحب الجمال؟ 100%. احنا يعني هيك راح ننتقل لفقرة كراسي، بس بدنا نطلب منك تختاري كراسي. أمامك خيارات، راح وسن تحكي لكم إياها، وتحكي لك إياها لأني أنا مش حافظها هيك يعني. لبستك على طول. صريح. طيب لونا، إحنا عندنا 6 كراسي، أنت تنقي منهم 3، كل كرسي بحدد محور الأسئلة معك. عندنا كرسي الشهرة، وكرسي الشهرة، كرسي الاعتراف، كرسي الطيارة، كرسي الدراسة، كرسي الهزاز، وكرسي المسؤول. مسؤول؟ لا، خلينا نبلش من هذا، اخر شيء عم بحفظه. مسؤول
لا ما بحبش اكون كثير مسؤوله. أوكي. الطياره انا ما بحبها ابدا. فقبل ما افهم شو فحوى الموضوع من قسم الطيارة لا. شو قلتي لي؟ في شهره. شهره لانه هذا في شغف يعني بالجمله. اوكي هي كرسي الشهره. في عندنا كرسي ايام زمان الهزاز. ذكريات. لا 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 لسه بكير على الذكريات. يعني لسه في كرسي الدراسه. دراسي لسه مخلصه جديد فبعد يعني بعد عندي هالطاقه انه احكي عنها. هي كرسي الشهره وكرسي الدراسه. وعندنا كرسي الاعتراف. انا بحب اعترف. يعني مش انا بحب اعترف يعني هلا بحب احكي يعني عن جد انا ما بحب احكي فخلص الاعتراف. طيب يلا بدنا نسحب منك معناته اسئله بما انك بتحب الاعتراف. ان شاء الله مشاهدينا. يلا مين مشاهدينا؟ انت كلك مشاهدينا. اذا مشاهدينا الاعزاء راح نروح مع وسن ولونا على فقره كراسي. خليكم معنا.